عن بعد يعني استقالة السيد عادل عبد المهدي، ولو كان مجرما أنا أرجع وأقول لبقي ديكتاتورا وفرض إرادته واستمر به، ولكن تنازل من جهة المرجعية وعاود إلى، طردته، وقد يكون هناك أخطاء. المرجعية طردته في خطبة طبعا الجمعة. طبعا المجرم ما، يعني بصراحة المرجعية أستاذ باطل، بشير، المجرم ما المرجعية باطل يستجيب. أستاذ. لا لا بالعكس، استجابة للمرجعية، استجابة يا أخي استجاب، ولكن لو كان بعد ما مجرما ملت لما من استجاب قتلة بصراحة، طردت مثل ما، المرجعية، لا لا بعد ما لا شفت والله شافت لا ايفنت والله بس جمالتي والله والله طردت هسه المرجعية. هو دكتور عادل لا من حزبي، دكتور عادل لا من حزبي ولا من، ولكن استجاب في الأسبوع اللي وباليوم الجمعة اللي صدر البيان بعد استقال ما عن منصبي، قتله والله فوق نفس ال اليوم. 300 هي خوش السرقة قضية، استجابه، هذا خلاله أتمنى أن، 300 أنا جمجمه أتمنى أن بالشارع يكون شباب بشير خلي بعمر يكمل فكرته الوريد استجاب. عزيزي، لا نحن والله خلي يكمل هؤلاء فكرته أرجوك يجي حتى هؤلاء أفتر. اولادنا، أتمنى أن يكون هناك قضاء واضح على يبين من اولادكم القاتل خوش قتله قتلتوهم، حتى الدخانيه جبتوها يختلف حجمها لا وقتلتوهم، طيب لحقتوهم دكتور للمستشفيات بشير خلي يكمل وقتلتوهم. فكرته النقطه أرجوك. الثانيه، استخدمتوا كل الاساليب، كواتم، قناص، أستاذ بشير، دخانيات، او ابنائك، دكتور بشير ابنائك استاذ خلي جاسم يكمل مع فكرته احترامي خلي يكمل لك، فكرته هسه تفضل استاذ جاسم. متنعم، هسه متنعم بالحياه، مو ذولا صاروا جو اما التراب بالنسبه لي امهات يعني وماتوا. غير 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 الكاظمي انطرح، علي عبد علاوي، محمد علاوي محمد انطرح، توفيق علاوي، الزرفي، على عدنان هؤلاء الزرفي، كان كلها يعني تبدا صورهم من داخل. طبعا التشرين هم مساحه كبيره واعداد كبيره، وبالتالي اصبح القضيه يعني العوده الى المتظاهرين ورأي المتظاهرين اتصور فرصه اكثر من 3 4 اشهر. انا اتصور كان هناك استجابه جيده من قبل الذين يمتلكون الحق للحكومه، ما حكموا واعطوا الفرصه. هسه هذه الفرصه يرى استاذ بشير بانه كان يعني لعبه، كان لعبه برهم، كان لعبه اخرين. هاي قضيه انا اتصور ما اريد اتدخل فيها، ولكن لم يكون اطار هؤلاء.